الفرق بين البنات والاولاد في كرة القدم. شوفوا هنا البنات بقى شلون حارس هاي الحراس مال البنات. في جو يا يا شنو يا بي عود هاي عود هاي فرضي هاي زي يصير. شوفوا 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 الولد يا يا بي يا يا بي الولد بقى. متعة في كرة القدم، كرة القدم هي متعة. بس باو اشوف الولد شلون يجتيتون شلون يقاتلون مو لعبة.